أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحداث، نسلط فيها الضوء على معاناة الآلاف من المواطنين في نقاط الاحتجاز الحوثية في ظروف لا إنسانية بحجة الحجر الصحي. يشكو مسافرون من الإجراءات التي تفرضها عليهم ميليشيات الحوثي في المنافذ التي توصلهم بمناطقهم بذريعة الحجر الصحي من فيروس كورونا. وأكد عدد من المسافرين أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي لا علاقة له بأي إجراءات صحية في مجابهة خطر الفيروس، مؤكدين أنها لا توفر بيئة صحية للاحتجاز بل تسهم في نشر الأمراض المعدية. واتخذت ميليشيا الحوثي قرارا بمنع دخول الوافدين إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها ضمن إجراءات تقول إنها لمواجهة وباء كورونا. وفي السياق ذاته تواصل ميليشيا الحوثي لليوم الرابع على التوالي إغلاق طريقي القبيطة وحيفان أمام مئات المسافرين القادمين من عدن نحو المحافظات الشمالية. وأفاد مسافرون عالقون في القبيطة لمراسل قناة بلقيس، أفاد بأن الميليشيا تواصل منعهم من العبور نحو المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي تعز وبعض المحافظات الشمالية بحجة أنها تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المسافرون أنهم عالقون في طرق ينعدم فيها الماء والغذاء ولا تتوفر فيها أبسط الخدمات، ما ضاعف من معاناتهم دون بوادر للسماح بإخلاء سبيلهم مع مركباتهم وشاحناتهم نحو المناطق التي يقصدونها. نناقش دلالات هذه الممارسات وتأثيراتها الإنسانية مع ضيوف الحلقة، لكن بعد متابعة هذا التقرير. لليوم الرابع تواصل ميليشيا الحوثي إغلاق المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق سيطرة الشرعية والتحالف. آلاف المواطنين يتكدسون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الاستقرار النفسي والصحي. تقوم ميليشيا الحوثي بحجز المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية في منطقة الملاجم بمحافظة البيضاء في مكان يشبه السوق الشعبية لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحجر ولا الحجر الصحي المزعوم. الحال نفسه يحدث مع المسافرين القادمين عبر طريقي القبيطة وحيفان، خصوصا ضحايا الترحيل القصري من عدن، وبذلك يكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ثمة مقاطع صاخبة يشكو فيها الضحايا من الابتزاز المادي والفرز الفئوي، وأن ما يعيشونه يتعرضون له لا علاقة له بأي إجراءات الصحة ولا السلامة. تحت عنوان مكافحة كورونا تمارس ميليشيا الحوثي الامتهان في أبشع صوره. يحدث ذلك في وقت يفترض أن يتم فيه التنسيق على كل المستويات لتوحيد الجهود لمكافحة الجائحة التي تهدد الشعب بأكمله وليس منطقة دون غيرها. في هذا السياق يتساءل البعض عن دور الجهات المعنية رسميا وحقوقيا لتدارك الأمر ووضع حد لمعاناة المواطنين المستضعفين في كل اتجاه. إذا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق، لعلك يعني تابعت ما يحدث في اليمن من مستجدات وما تتحدث عنه ميليشيات الحوثي بأنها تقوم بإجراءات الحجر الصحي التي تمثلت باحتجاز المواطنين في المنافذ. برأيك كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر عندما بدأ وباء أو تفشي وباء كورونا على مستوى العالم تحول إلى جائحة عالمية أثار الرعب لدى كثير من الدول، مما أجبرها على فرض مجموعة من الإجراءات الوقائية الصحية. أثير هنالك سؤال كبير حول التوازن بين الإجراء الصحي وحقوق الإنسان، خاصة الحقوق المتعلقة بالتنقل إلى غير ذلك. إلى غير ذلك، وهو أيضا يحدد حول وظيفة الدولة إلى غير وظيفة الدولة والشروط الصحية الواجب توافرها في أماكن الحجر الصحي، سواء كانت المنزلية أو حتى الحجر الصحي التي توفرها الحكومة. ورأينا مواد كثيرة وقائمة سواء على موقع منظمة الصحة العالمية أو حتى الفرق التي زارت هذه الدول، سواء الفرق التي زارت الصين أو زارت إيران إلى غير ذلك. لكن نحن ما نشاهده في اليمن أمر مختلف تماما عما هو موجود في العالم. يعني هذه المنافذ بالدرجة الأولى غير متوفر فيها أي إمكانية من إمكانية الحجر الصحي، حتى الأماكن والغرف التي
يدعون بأنها موضوعة لأجر الحجر الصحي، لا توفر فيها أي مقومات. رأينا بعض الصور التي تسربت للأسف الشديد، ستتحول إلى بؤرة لا قدر الله إذا كانت هؤلاء المسافرين مصابون بمرض الكورونا. إضافة إلى ذلك، إلى أن هذا الحجر لم يفرق بين الحجر الصحي الذي هو في مصلحة المواطن وبين انتهاك حق الإنسان المتعلقة بالسفر. يعني هنالك يضعوهم في أماكن معينة دون أي القيام بأي إجراءات، دون أي شروط، بل أن هنالك ابتزازات مالية إلى غير ذلك. وبالتالي نحن اليوم ما نشاهده هو نوع من انتهاك حق الإنسان، لا نوع لا يدخل في الحجر الصحي. إضافة إلى أنه ما نشاهده أيضا يعد جريمة في حقيقة الأمر، جريمة من الجرائم التي يجب أن تحاسب عليها هذه السلطات في أي منفذ من المنافذ الموجودة في الجمهورية اليمنية. لأنه عملية اليوم نحن أمام مرض خطير يستوجب استعداد خاص وفق مسؤولية قانونية ومسؤولية دولية. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق، وأرحب بضيفي من القاهرة سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. سيد نبيل مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء جميع السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك سيد نبيل. يعني احتجاز الناس وإيقافهم بالعراء على مداخل المدن، هكذا الحجر الصحي؟ هذا طبعا لا يمت للحجر الصحي بأي صلة. طبعا بالنسبة لما يحدث في منطقة الملاجم، لما حدث للمجموعة القادمة من المملكة العربية السعودية وتركهم في العراء بهذا الشكل المهين، هذا أولا انتهاك لكرامة الناس، وأيضا انتهاك لحقهم في المعاملة الإنسانية، حقهم في أن يعاملوا كبشر. لكن واضح أن حتى هناك أيضا في القبيطة وحيفان سيد نبيل، يعني هناك أيضا الناس محتجزون منذ 4 أيام. هذه المناطق أيضا هي كلها مناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية للأسف الشديد، وطبعا كل هذه المناطق يتم فيها، ليست مناطق احتجاز، هي مناطق إدلال بشكل أو بآخر. يعني نحاول الآن بكل الطرق أن نعمل من أجل إخراج هؤلاء من أو الضغط عبر المنظمات الدولية. هناك مراسلات الآن مع منظمة الصحة العالمية من أجل أن نحقق تدخلا دوليا من قبل المنظمة للإفراج عن هؤلاء، لأنه كما تعلمون بالأمس كان هناك تواصل ما بين رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ورئاسة منظمة الصحة العالمية، تم فيها الحديث عن تجهيز المرافق الصحية اللازمة. هناك 4 مرافق صحية سيتم تجهيزها في عدن وفي بعض المناطق الأخرى في إطار عملية الاستعدادات لموضوع فيروس كوفيد 19 أو ما يسمى بكورونا. الآن نحن نقول أن هناك عمل من أجل، طبعا هناك حالة ضعيفة، الجميع يعلم ضعف حالة النظام الصحي في البلد، لكن ما يحدث في هذه الأماكن سواء في الملاجم أو في حيفان هي عملية إذلال ليس لها أي علاقة لا بحجر صحي ولا بعمل صحي، هي عملية إذلال وعملية امتهان لكرامة الإنسان في هذه المناطق. نعم، هل الدولة يعني أي وسيلة لمساعدة هؤلاء الناس في حل هذه الإشكالية القائمة سواء في حيفان والقبيطة أو في مناطق أخرى؟ من هذه المناطق كما تعلم أخي الكريم ويعلم الجميع هي تحت سيطرة الميليشيات للأسف الشديد، وهي تستغل أن هذه المناطق تحت سيطرتها لتذل من يأتون من أي منطقة ويسعون للدخول إلى أو الانتقال إلى مناطق أخرى. لو تحدثنا بلغة حقوقية سنقول أن أول المبادئ الحقوقية، ربما الناس يعتقدون أن أول مبدأ حقوقي هو حق الحياة، لكن المبدأ الأول في حقوق الإنسان هو مبدأ التنقل أو هو موضوع الحق في التنقل. ولذلك نقول أن ما حدث في هذه المناطق كان مقصود به لا ليس جانبا صحيا ولا حجرا صحيا ولا شيء من هذا القبيل، هو فقط عملية امتهان لكل هؤلاء. لذلك نقول أن هذه المناطق لو يعني ليس أمام الحكومة إلا أن تقوم بعمليات عسكرية فيها،
وبالتالي تظل تحت سيطرة الميليشيات سواء هذه أو غيرها. والحل الوحيد فيها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة هو تدخل المنظمات الدولية التي تدعي أن لها مقدرة على التدخل والعمل، سواء كان عن طريق منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، أي هيئات دولية يمكن أن تخفف هذه المأساة الإنسانية عليها أن تقوم بذلك بدون أي تواني، لأن هذا جزء من عملها. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل وأعود لي السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، يعني تطبيق إجراءات على الناس في منافذ السفر بينما الحياة يعني في صنعاء تمضي بكل أريحية. اليوم نشاهد صلاة الجمعة تقام في المساجد بالشكل الطبيعي وكأنه لا يوجد شيء، بينما العالم بأسره يستنفر أمام هذه الحالة. هو طبعا رأينا حتى تغريدة لما يسمى رئيس اللجان الثورية يحمل مسؤولية الصحة العالمية المسؤولية عن وباء كورونا في اليمن، لكن نحن نستطيع أن نقول اليوم أننا أمام جماعة هي ما زالت تمارس سلوكها على الأرض بعقلية العصابة، هي ليس عقلية دولة. عقلية الدولة قائمة على ثقافة راسخة وتراكمية. يعني تحركت المسؤولية لديهم في القبيطة وحيفان، ولم تتحرك المسؤولية لديهم في الجوامع والأسواق والتجمعات في صنعاء والكثير من المناطق تحت سيطرتهم. العملية في النقاط في المنافذ هي أقرأ عملية سهلة، بما يعني نقطة عسكرية، وهو سلوك يمارس يوميا ضد اليمنيين، وبالتالي لن يكلفهم الآن بالشيء، فيها ابتزاز. وهذه العصابة منذ سقطت العاصمة صنعاء وهي يعني هدفها الأساسي هي تعمل على عملية الإثراء وابتزاز الناس، سلبهم حقوقهم سواء الحقوق الشخصية أو الحقوق العامة بشكل عام. لكن نحن نتحدث اليوم هو على بناء على السياسة العامة، ورأينا أنه منذ سقوط العاصمة صنعاء إلى اليوم هذه الجماعة لم تتقدم خطوة إلى الأمام في سبيل رفاهية الشعوب. الرواتب توقفت، البنية الصحية لليمن تراجعت سواء بالقصف بالحصار بالابتزاز، يعني على المستوى التعليم إلى غير ذلك. وبالتالي الأمر المعول في اليمن هو أنه على المجتمع الدولي، وبالتالي على الحكومة الشرعية المفروض أن تخاطب المجتمع الدولي اليوم، خاصة مجلس الأمن، منظمة الصحة العالمية، لأنها هي الحكومة الشرعية المعترف بها أمام العالم، لتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذا الوباء، سواء على المنافذ اليمنية الحدودية المعروفة مع سلطنة عمان المملكة العربية السعودية والمطارات سواء في سيونة، وأيضا توفير أماكن للحجر الصحي في هذه المنافذ، خاصة للقادمين من الدول التي تفشى فيها مرض الكورونا. جماعة الحوثي لا يمكن التعويل عليها مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. هذه الجماعة رأيناها دخلت في صراع طويل مع برنامج الغذاء العالمي بسبب سرقة المساعدات الغذائية، ورأينا بيانات كثيرة في هذا الجانب فضحت هذه الجماعة وأين تذهب مثل هذه المساعدات التي خصصت لليمن. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أعود لي سيد نبيل. يعني سيد نبيل، يعني كيف يفهم هذا الأمر؟ يعني إقامة أو يعني مزايدة في المسؤولية الطبية أو الصحية لدى ميليشيا الحوثي بإيقاف الناس ومنعهم من التنقل بالمنافذ بين المحافظات، بينما ما نشاهده في صنعاء والعديد من المحافظات ما زالت الأسواق مكتظة، وبالأخص أسواق القات، وما زالت حتى الجوامع اليوم وقت صلاة الجمعة هناك ما زالت الصلاة تقام على وضعها الطبيعي، والناس تختلط وكأنه لا توجد أي مسؤولية لهذه الجماعة في مناطق سيطرتها، فقط في المنافذ تبتز الناس. هو كما قال أخي توفيق، يعني هذه الجماعة هي جماعة لا تمت لا للعقل ولا للمنطق ولا للإنسانية بصلة. ما يهمها أن تتحرك كما تريد، أن بالعكس هي تتلذذ بكلما كانت هناك حالة مرض وجهل وفقر، كلما كان هذا الوضع يسهل لهم الابتزاز أكثر فأكثر. حتى فيما التحرك الحكومي فيما يخص إنشاء
مراكز للحجر الصحي، وكان من ضمن ما طرحته الحكومة مع منظمة الصحة العالمية الحديث حتى عن الحجر الصحي في العاصمة صنعاء، وكان هناك على أساس أن يتم 3 مناطق للحجر الصحي. ما تناهى إلى سمعنا أن الميليشيات عرضت على منظمة الصحة العالمية أن مهمتكم فقط إعطاءنا كل الإمكانيات اللازمة لعمل هذا الحجر الصحي ونحن سنقوم به، بمعنى أنه جزء من مسلسل الابتزاز والسرقة التي اعتادوا عليها. عقلية العصابة تظل عقلية عصابة، بالإضافة إلى عقلية التجهيل مستمرة. اليوم كانوا يتباهون بأخذ فيديوهات من الشوارع للناس وهم في حالة اختلاط كبير جدا، سواء في المساجد أو في أسواق القات أو غيرها. من ضمن الفيديوهات التي شاهدتها أيضا أحدهم وهو يبيع سلطة مكشوفة في الشارع والناس جميعا متجمعين حوله، نعم، في نوع من التحدي. هذا هو دأب هذه الجماعة وهذا أسلوبها وهذا فكرها. نحن أمام جماعة للقتل، جماعة للموت، جماعة للفناء. نعم سيد نبيل، يعني فيما يتعلق بنداء رئيس الحكومة بما يتعلق بالتنسيق لمواجهة وباء كورونا، يعني ما الذي تم من دعوة رئيس الوزراء حتى الآن؟ هناك مستويين لما يخص مواجهة هذا الوباء. المستوى الإشرافي الذي يشرف عليه بشكل رئيسي رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وهناك لجنة تنفيذية على الأرض يشرف عليها نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة من خلال المراكز الصحية والمستشفيات. تم إنشاء أكثر من مكان للحجر الصحي في المستشفيات في عدن، في سيئون، في بعض المناطق المختلفة. لكن كما قلت لك، حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ما تزال هذه التجهيزات ليست في مستوى الحالة التي نسمعها في العالم أجمع. نقول أن مناطق الحجر الصحي في اليمن حتى الآن تعاني من تواضع شديد في الإمكانيات والتجهيزات. نحن بحاجة إلى تحرك دولي متحرك، نحن بحاجة إلى التفاتة دولية حقيقية نحو اليمن، سواء في المناطق التي تتواجد فيها الأجهزة الحكومية أو في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات. في الأخير نحن لدينا إنسان في كل هذه المناطق، إنسان يمني، يجب أن نعمل من أجل حماية الجميع والحفاظ على الجميع، ويجب أن نستغل كل الوسائل الإعلامية المتاحة. ونقول أن أنتم أيضا كوسيلة إعلامية مسموعة رسالة والتوعية ضد التجهيل الذي تقوم به الميليشيات. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأعود لضيفي من فيينا رئيس منظمة سام السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، إذا ما يعني ركزنا هنا على المنظمات وعملها في ظل هذا الوضع الاستثنائي، يعني هناك حالة ترقب بالتحديد فيما يخص اليمن، كون البلد لم تسجل فيها حالات حتى الآن، وكون الوضع الصحي في هذا البلد معروف، يعني بالتالي هناك يفترض أن يكون هناك فزعة من المنظمات وتحرك أكبر. يعني كيف تقيم وضع المنظمات ودورها في هذا الوضع؟ لا، اليوم لا نستطيع، ما زالت اليوم وفق التقييم منظمة الصحة العالمية بأنها خارج دائرة الوباء. لكن باعتقادي أن الوباء لو تحرك في اليمن أو دخل اليمن أو صارت اليمن ضمن دائرة الانتشار، أعتقد ستتغير كثير من عمل المنظمات، بمعنى أنه سيحد كثير من فاعليتها. نحن رأينا هذه المنظمات اليوم على مستوى العالم، اليوم على يعني نستطيع أن نقول ربما العالم كله متوقف، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة، الاتحاد الأوروبي، البرلمانات إلى غير ذلك. وبالتالي أنا إذا كانت المنظمات الدولية عندما تعمل في الوضع الطبيعي في اليمن تعمل بحجم يعني تأمين كبير لموظفيها ولتحركاتهم والوضع الأمني إلى غير ذلك، فأعتقد
أن اليمن ستدخل في كارثة حقيقية لن يغامر أحد. لا أعتقد أن منظمة الأمم المتحدة إذا ستغامر بموظفيها للعمل في بلد لا تتوفر فيه المقومات الصحية وغير مضمون يعني التحركات الإسعافية لمواجهة مثل هذا الضمان. وبالتالي أنا اليمن ستكون في أمام كارثة حقيقية. وبالتالي هنالك أعتقد أحد الصحف الأمريكية أو منظمة الصحة توقعت بأن الفيروس إذا دخل ثلاثة من البلدان سيحدث انفجار هائل فيها، وهي اليمن وسوريا وليبيا بلد الصراع التي لم تعد تمتلك المقومات الصحية، وبالمعنى الحقيقي لا توجد دولة حقيقية يمكن الركون إليها. رأينا الدول المستقرة نوعا ما والمستقرة بشكل كامل ومع ذلك أعلنت حالة الطوارئ، وجهت نداء للأطباء المتقاعدين للجيش المتقاعد، وجهت رجال الأمن والشرطة بالنزول للشوارع، قامت إلى إغلاق المدن المنافذ إلى غير ذلك، وهي في وضع طبيعي. فما بالك في دولة في وضع حرب تتقاسمها جماعات تتقاسمها النفوذ إلى غير ذلك. أعتقد الأمر سيكون مقلق جدا جدا في اليمن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا ننوه هنا بأننا حاولنا التواصل مع مواطنين محتجزين في المنافذ ولكن لرداءة الشبكة لم نستطع الوصول إليهم. ونستقبل الآن ضيفنا من إسطنبول الصحفي حفظ الله العميري. سيد حفظ الله مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أخي. أهلا بك سيد حفظ الله. يعني نتحدث اليوم عن مسألة الاحتجاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وإيقاف الناس بالتنقل ما بين المحافظات اليمنية داخليا، يعني كيف يمكن وصف هذه الممارسات بحجة الحجر الصحي؟ طبعا أخي الكريم، ما تقوم به ميليشيات الحوثي على المنافذ التي تسيطر عليها بينها وبين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية هو عبارة عن إذلال متواصل للمواطنين اليمنيين واليمنيين بشكل عام عبر هذه المنافذ، وهو استمرار لانتهاكات هذه الجماعة التي تقوم بها منذ أن نفذت انقلابها عام 2014. الميليشيات الحوثية الآن تحتجز آلاف الناس على المنافذ ما بينها وبين لن نقول حدودية لأنها عبارة عن منافذ تمثلت فيها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، فهي تحتجز الآن آلاف الناس في ظروف صحية غير ملائمة، وفي حتى يعني تكلم على مش بس الذي سينتشر الآن كورونا لا قدر الله في هذه المنافذ وبين آلاف الناس، هناك مخاطر كثيرة من انتشار أمراض كبيرة كثيرة كحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير وغيرها من الأوبئة التي والكوليرا وغيرها من الأوبئة التي تنتشر التي كانت منتشرة في اليمن مسبقا. آلاف الناس أن يتجمع آلاف الناس في هذه المناطق في ظروف صحية سيئة وفي تحت ظروف مناخية أيضا سيئة. يعني هو عندما يأتي الحديث سيد حفظ الله كبيرة جدا. نعم سيد حفظ الله، عندما يأتي الحديث من قبل هذه الميليشيات بأنه تمارس مسألة الحجز الصحي أو الحجر الصحي للمواطنين القادمين من خارج مناطق سيطرتها، بالتالي يعني يفترض أن تكون يعني مؤمنة لهم أماكن للحجر الذي تتحدث عنه، لا أن يبيتوا بالعراء لمدة 4 أيام، وبالتالي أيضا منع الدخول تماما، لا توجد أجهزة فحص ولا توجد أي إجراءات صحيحة كما تتخذ في كل البلدان. يعني من حقها، نحن نقول أنه من حقها أن تعمل على فحص المواطنين القادمين إلى محافظات سيطرتها، ولكن ضمن إجراءات صحيحة، لا أن تحتجز الناس وترميهم في العراء لمدة أيام دون أن يدخل ولا شخص إلى مناطق سيطرتها. نعم أخي الكريم، ما تقوم به ميليشيات الحوثي ليس حجر صحي، هي الحجز في النقاط الأمنية التي على امتداد المناطق التي تسيطر عليها ليس حجرا صحيا، هذه عبارة عن انتهاكات كثيرة كبيرة لحقوق الإنسان عندما يتم منع التنقل بهذه الطريقة. هناك عدة حلول يجب أن تنفذ أو
تقوم بها هذه الميليشيات، عن مثلا أن يتم تحييد القطاع الصحي وأن يتم التواصل مع الحكومة الشرعية لإيجاد حلول مشتركة، بدءا من الدخول للمنافذ الجوية والبرية وغيرها، إلى أن يتم إيصال هؤلاء الناس الذين أتوا من خارج اليمن إلى أماكن نظيفة وإلى أماكن مخصصة للحجر الصحي. أما أن يتم حجزهم في مناطق السيطرة التي في مناطق برية ومناطق صحراوية بحجة الحجر الصحي، وهم بعضهم سيعود إلى المناطق التي المزدحمة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والبعض الآخر سيظل هناك مما يهدد بانتشار الوباء وانتشار أوبئة كثيرة، هذا ليس حجرا صحيا، هذه انتهاكات كبيرة مخالفة للقانون الدولي الإنساني ومخالفة لكل المواثيق الدولية. نعم. لكن سيد حفظ الله، يعني هل ترى أن الشرعية في وضعها الحالي يعني قادرة على أن تتدخل في إنهاء هذه المشكلة القائمة على العديد من المنافذ؟ أتمنى ونطالب بالحكومة الشرعية أن تجد حلول لهذه المسألة، وأولها تحييد القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، تحييد القطاع الصحي عن الحرب والتنسيق قدر الإمكان لكي لا نسبب كارثة كبيرة لليمن. يعني هناك الآن تحذيرات دولية من أن اليمن سينفجر فيها الوباء إذا هو يعني تحييد القطاع الصحي يفترض أن يكون نداء لكلا الطرفين، لأنه يعني كي يتم عمل موحد و يعني يحدث أو أنهم يسيطرون على الوضع بشكل أمثل. نعم، تحييد القطاع الصحي وموجه لكل الطرفين، وخاصة الحكومة الشرعية لأنها تسيطر على المنافذ وتسيطر على كثير من الأرض الذي داخل اليمن. أما ميليشيا الحوثي نطلب منها أن تتعامل بإنسانية مع هؤلاء الناس وأن تنسق مع الحكومة الشرعية لكي يخفف على هؤلاء الناس الآن الذين في المنافذ هذه المعاناة. الحكومة الشرعية نطالبها أولا بإغلاق الحدود أو إغلاق كل المنافذ مؤقتا حتى يتجاوز العالم هذه الجائحة. ثانيا، من دخل للضرورة من اليمن أو المرضى العائدين يتم حجره صحيا وفحصه، وبعد ذلك ينطلق إلى منطقته، إن كانت منطقته تحت سيطرة الحوثي يتم التنسيق بينها وبين السلطات الصحية داخل صنعاء. أخي الكريم، يعني نحن اليمن مرت في 2016 بجائحة كبيرة، جائحة الكوليرا، أكثر من 2 مليون نتمة أصابهم المرض ومات الكثير من الناس. اليمن لا ينقصها هذا الوباء، وإذا انتشر هذا الوباء سيتحمل الجميع المسؤولية، ولن المسؤولية لن نعديها على أي شخص سواء كان في الحكومة الشرعية أو بالضبط في ميليشيا الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من الأراضي اليمنية. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي حفظ الله العميري، كنت معنا من مدينة اسطنبول. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديعة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.